أول حد النهاردة بعد بداية السنة تملي السنة تبتدي الكنيسة تحتفل لمدة كم يوم؟ برافو، 17 يوم لحد عيد الصليب، بيبقى الطقس فريحي، بنحتفل بسنة جديدة. ونقول له يا رب اجعلها سنة البركة، وبارك يا رب في كل شيء، بارك اكليل السنة بصلاحك. عشان كده النهاردة هنتكلم كده في موضوع ليه علاقة بالبداية الجديدة، نهاية أمر وبداية أمر جديد. هنتكلم شوية على قصة نوح، سميه الكارز بالبر، نوح الكارز بالبر. هو من أبطال الإيمان طبعا، زي ما بولس الرسول كده في إصحاح الإيمان اللي هو عبرانيين 11 بيقول بالإيمان. Thank you. برام. زي ما بيقول كده في عبرانيين 11، بالإيمان نوح لما أوحي إليه عن أمور لم ترى بعد خاف، فبنى فلكا لخلاص بيته، فبه دان العالم وصار وارثا للبر الذي حسب الإيمان. نوح ده صار مثل للمسيح. نوح دوت احكي لكم الحكايه جت ازاي. ادم وحواء جابوا مين؟ قايين وهابيل. هابيل اتقتل، بقى في نسل ايه؟ قايين. بس نسل قايين ده كان ايه؟ مغضوب عليه من ربنا، مش كده؟ انما جه واحد تاني كويس اسمه ايه؟ سيس. برافو. جه واحد تاني، ابن تاني لادم اسمه شير. وفي ايام ابنه بدا ايه؟ يدعى باسم الرب. فبقى عندنا النسل الايه؟ الصالح بتاع النسل شير، والنسل الايه؟ الشرير اللي هو نسل ايه؟ قايين. People standing in the hallway outside, it's disturbing. It's disturbing. People standing in the hallway outside, it's disturbing. اللي واقفين بره في الطرقة صوتكوا عالي. وجه بقى نوح من النسل الصالح اللي هو ايه؟ نسل شيش. قبل نوح جد نوح بقى عارفين كان اسمه ايه؟ كان اسمه أخنوخ. تسمعوا طبعا عن أخنوخ، مش كده؟ تسمعوا عن أخنوخ. أخنوخ دوت يقول كده في سفر التكوين إصحاح 5، كانت كل أيام أخنوخ 365 سنة، وصار أخنوخ مع الله، ولم يوجد لأن الله إيه؟ أخذه. يبقى أخنوخ ده مات ازاي؟ ما ماتش، ربنا خده. عارفين ازاي؟ من كتر علاقته مع ربنا، يقعدوا يتكلموا مع بعض، فربنا قال له ايه؟ ما تيجي معايا، ما تيجي معايا. عارفين كده لما اتنين اصحاب يقعدوا يتكلموا كده لحد بالليل متاخر، يقول ما تبيت بقى معايا وخلاص، واخد بالك؟ او ربنا اخده معاه كده في السماء. شوفوا علاقة مع ربنا حلوة ازاي؟ وده اسمه عهد قديم وقبل المسيح، ومفيش وقع ولا عهد النعمة ولا حاجة. بس ده يوريك قيمة الإنسان عند ربنا. قيمة الإنسان عند ربنا، احنا ساعات ايه؟ بنستقل من قيمة نفسينا، بينما احنا في نظر ربنا حاجة كبيرة قوي.
مهم أخنوخ دوت جاب ولد اسمه ايه؟ شاطر يقول لي بقى ابن أخنوخ اسمه ايه؟ ها؟ برافو عليك. متوسالح ده ايه اللي يميز متوسالح؟ ثانك يو. نعم؟ أكتر واحد عاش، عارفين عاش قد ايه؟ ايه ده برافو، انتوا حافظين. 969 سنة. بس أقول لكم حكاية ظريفة قوي. يقولوا كده هوت إن في يهوذا، في رسالة يهوذا، عارفين بيقول إيه في رسالة يهوذا على أخنوخ؟ يقول كده: وتنبأ عن هؤلاء أيضا أخنوخ السابع من آدم قائلا: هوذا قد جاء الرب في ربوات قديسيه ليصنع دينونة على الجميع ويعاقب جميع فجارهم على جميع أعمال فجورهم التي فجروا بها وعلى جميع الكلمات الصعبة التي تكلم بها عليه خطاه فجار. يبقى أخنوخ كان شايف ان في دينونة جاية. ايه الدينونة اللي جت بعد أخنوخ على طول؟ نعم؟ الطوفان. الطوفان، فشايف يعني يبقى الطوفان ده ما كانش مفاجأة، ده كان أخنوخ اوريدي شايف ان الطوفان جاي، فسمى ابنه متوسالح. عارفين متوسالح بقى يعني ايه؟ الذي بموته يأتي. بموته يأتي الدينونة، يعني الذي بموته يأتي الدينونة. فاهمين؟ وكأن شايف الدينونة جاية فسمى ابنه ايه؟ الذي بموته يأتي الدينونة يعني. وكأنه بيقول لربنا ايه؟ يعني طول في عمره، خليك رحيم علينا، خليك رحيم علينا. وفعلا سنة ما مات متوسالح سنة ما جه الطوفان. سنة ما مات متوسالح سنة ما جه الطوفان. متوسالح جاب لامك اللي هو ابو نوح، ولامك ده جاب ايه؟ نوح. والطوفان جه في السنة 600 من عمر نوح. واخدين بالكم؟ الشر زاد قوي في ايام نوح، واولاد الناس واولاد الله بدأوا يتجوزوا من بعض. واخدين بالكم؟ فعشان كده حصل غضب من الله وادى مهلة. على فكرة نوح معناها ايه؟ نياح، يعني راحة. يعني لما جه نوح كان زي ما تقولوا ايه؟ ده الراحة. طبعا الراحة فين؟ في سماع صوت الله. يعني ربنا ادى الناس مهلة، عارفين مدة قد ايه؟ 120 سنة. قد ايه؟ 120 سنة. ده الوقت اللي قضاه نوح بيبني الفلك. تخيلوا معايا كده، نوح ده بيبني الفلك لمدة 120 سنة وهو مصدق ايه؟ ان في طوفان جاي. عمره حصل طوفان قبل كده؟ ما حصلش طوفان قبل كده. الناس سايباه في حاله؟ الناس مش سايباه في حاله. يقولوا يا مجنون، ايه اللي انت بتعمله ده؟ بتبني مركب قد كده على اليابسة وبعيد عن المية، انت ايه؟ هتعمل بيها ايه؟ يقول ربنا قال ان هو هيغرق العالم بالطوفان. مين ربنا؟ انت بتصدق مش كده؟ عشان كده نسميه من ابطال الايمان، اللي هو ايه؟ فضل مصدق ربنا ومصدق اللي ربنا بيقال له عليه حتى النهاية. حتى النهاية.
وعمال يدعو الناس ان هي تخش الفلك. عمال يدعو الناس ان هي تخش الفلك، لان الفلك هو اللي فيه ايه؟ اللي فيه النجاة. فبنسمي نوح دوت هو الشاهد الامين لله. مين اللي صمم الفلك؟ مين صمم الفلك؟ ربنا نفسه. حاجة ظريفة قوي ان هم عملوا ابحاث كتير قوي عن الفلك دوت، ولقوا النسب اللي ربنا اداها لبنى، يعني الطول والعرض والارتفاع، يعني النسب اللي اداها ربنا دي النسب المثالية هندسيا لما يجوا يبنوا ايه؟ مركب تمشي مسافات طويلة، يبنوها بالنسبة ديت اللي هي 6:1 في الايه؟ في الطول للعرض، يعني اخدين بالكم؟ و الفلك هو منظر كده للفلك. انا عاوز اقول لكم من كتر ما الناس مهتمه بالموضوع دوت، في جماعه كده هنا في امريكا عملوا دراسات جباره على موضوع الطوفان والفلك، وعملوا متحف، مش متحف بقى، زي مدينه صغيره كده هوت، الناس تروح تزور مثال للفلك. بنوا فلك فعلا بالحجم الطبيعي زي الانجيل ما قال، اخدين بالكم؟ والادوار بتاعته والاماكن بتاعه الحيوانات والمكان اللي كان ممكن يكونوا مخزنين فيه الاكل والاقامه بتاعه نوح واولاده، والناس تروح كده يوم كامل. ها في كنتاكي هنا، مش بعيد، في كنتاكي هنا، ولايه كنتاكي، ها عاملين المتحف دوت او الثيم بارك، يسموه ثيم بارك، الناس تروح تتفرج على الموضوع دوت. فحاجه جباره، لان هم فعلا لقوا الفلك. لقوه فين؟ على جبل ايه؟ جبل أرارات على حدود تركيا وارمينيا كده، ها متغطي بالثلج. فالفلك ده حاجه حقيقيه، مش حاجه خياليه. في ناس تقول ده حاجه خياليه، لا ده حاجه حقيقيه. anyway فالفلك ده كانت مدينه، يعني كان في مكان للناس لو كانوا ايه؟ قرروا ان هم يخشوا الفلك. ولان الموضوع ده خطير جدا، احنا بقينا ايه؟ بقينا نعمل الكنيسة على شكل الايه؟ الفلك. ليه؟ ها؟ لان جوه في النجاة وبره في الايه؟ في الطوفان. لو انسان فضل بره الكنيسة مش هيجد خلاص، ولكن الخلاص فقط ايه؟ داخل الكنيسة، بمعنى الاسرار، بمعنى التوبة، بمعنى الخلاص وكده هو. كويس؟ فبنى نوح الفلك لمدة ايه؟ 120 سنة. مين اللي بنى الفلك؟ الناس اللي حواليه. يعني نوح عمره وولاده عمرهم ما ايه؟ هيعرفوا يبنوا فلك بالحجم دوت. ففي ناس كتير اشتركت في بنى الفلك، انما بنوه ولكن ايه؟ ما دخلوهوش. بنوه ولكن ما دخلوهوش. يقول لك عامل زي جرس الكنيسة. ها عارفين الكنيسة في مصر فيها جرس. تلاقي الجرس ده ها يدخل الناس كلها الكنيسة، بس هو عمره ما ايه؟ ما دخل الكنيسة. خلي بالك اوعى تبقى جرس. ها خليك نوح. ما تبقاش انت جرس، خليك نوح جوه الفلك. ها مش واحد بيبني الفلك ويبقى ايه؟ ويفضل برا، ويفضل برا. المهم الفلك ده كده بسرعة اقول لكم على حاجة بقى. الفلك دوت لو قلنا كده بسرعة الرمز بتاعه، اول رمز احنا قلناه اوريدي اللي هو ايه؟ الكنيسة. برافو. الفلك ده برضو هو ايه؟ نعم؟ برافو عليك. هو شخص المسيح نفسه. عارفين ازاي؟ انت دلوقتي لما جيت اتناولت النهارده انت عملت ايه؟ دخلت جوه الفلك، دخلت جوه المسيح. ها؟ دخلت جوه الجنب بتاعه. على فكره الباب بتاع الفلك كان منين؟
من جنبه عشان ايه؟ يقول لك ده رمز للمسيح اللي هو جنبه طلع منه ايه؟ الحياة الجديدة. جنبه تخش للحياة الجديدة وتطلع منه الحياة الجديدة اللي هي ايه؟ الدم والايه؟ والمية. الدم والمية، فاهمين؟ والفلك برضو رمز لحاجة تانية، عارفين ايه هي؟ نعم؟ Thank you. رمز للمعمودية. عارفين ليه؟ لان اللي ركب الفلك دوت وصل للامان عن طريق الايه؟ المية. المية اللي كانت بالنسبة للناس موت، بالنسبة للي جوه الفلك كانت ايه؟ السكة للحياة. السكة للحياة زي البحر الاحمر كده بالظبط. البحر الاحمر كان بالنسبة لفرعون ايه؟ موت، بينما بالنسبة لبني اسرائيل كان السكة الى الايه؟ الى الحرية والنجاة. مش كده؟ يبقى الفلك رمز للكنيسة، الفلك رمز للسيد المسيح، الفلك رمز للايه؟ للمعمودية. ودي هتلاقوها برضو واضحة في بطرس الاولى 3، ها اما بيقول ان ايه؟ الفلك إذ كان الفلك يبنى الذي فيه خلص قليلون أي ثماني أنفس، الذي مثاله يخلصنا نحن الآن أي المعمودية، ها؟ لا إزالة وسخ الجسد بل سؤال ضمير صالح عن الله بقيامة يسوع المسيح. الطوفان كان رمز للإيه؟ ها؟ يبقى أدي الكنيسة وأدي السيد المسيح. ها؟ شوفوا قديس أغسطينوس بيقول عن حكاية السيد المسيح، الفلك يشير إلى كلمة الله الذي صار جسدا فحملنا فيه ليعبر بنا خلال الطوفان إلى الأرض الجديدة التي له. يبقى اللي عايز يبقى في أمان يتحد بالمسيح، يتحد بالمسيح. اوعى تقول أنا مصدق المسيح بس، لازم تتحد بيه، صلي له، تناول، اقرا كلمته، خليك في علاقة حية مع المسيح تجوز بحر ايه؟ هذا العالم، تجوز طوفان هذا العالم. والمعمودية زي ما احنا قلنا، والطوفان كان رمز للايه؟ للدينونة. حتى السيد المسيح بيتكلم عن نهاية العالم يقول له كما كان في ايام نوح كانوا يزوجون ويتزوجون، ولكن لما جه بقى الطوفان جاء بغتة، فهنا برضو الدينونة هتيجي ايه؟ مفاجأة، هتيجي مفاجأة. مين اللي قفل الباب بتاع الفلك؟ ربنا نفسه، ربنا نفسه هو اللي قفل عليهم، وكأنه ايه؟ بيحوط عليهم، وكأنه بيحوط عليهم. يا بخت اللي يصدق انه ابن ربنا، يلاقي نفسه متشال، يلاقي نفسه متشال. ويعيني على اللي عمال يعافر بنفسه جوه الحياة ديت، بيبقى بائس. انصحك ما تقفش لوحدك، عارفين الانجيل لما بيقول ابليس عدوكم يقول كأسد زائر ملتمسا ايه؟ من يبتلعه؟ هيبتلع اللي واقف لوحده ولا اللي في ايد ابوه؟ اللي واقف لوحده، صح؟ مين اللي واقف لوحده دوت؟ اللي عمال يخبط راسه في الحيط وانا مش قادر وكتير عليا ويعيط ومش عارفه ايه من غير ما يصلي. طب عملنا ايه؟ لا، ارمي نفسك في حضن ربنا وصدق ان هو خلاصك وان هو طريقك وقيامتك وشفائك، واتحد بيه تجد نفسك في سلام جوه هذا الطوفان. انا عاوز اقول لكم حاجه بس خطيره شويه. تخيل معايا الفلك دوت لما جه طوفان، الميه عملت ايه؟ الناس الميه غرقت الناس، انما في الفلك ده عملت فيه ايه؟ رفعته فوق. بس تحت الفلك كان فيه ايه؟ ها؟ كان فيه جبال. تحت الفلك كان فيه صخور.
حوالين الفلك كان فيه ايه؟ عواصف. فكان ممكن يحصل ايه بسهولة للفلك دوت؟ انه ايه؟ يتقلب. حاجة بالحجم دي لو اتقلبت خلاص، صح؟ لو بس ايه الهواء عمله كده انتهت. او خبط وهو ماشي في ايه؟ في صخر، اجراله ايه؟ انتهى. فانا عاوز اوريك ان الفلك دوت مش مجرد ان هو عام فوق المية بقى في امان، دي الرحلة صعبة، الرحلة صعبة. واكيد وهم جوه ما كانش الحكاية يعني قاعدين كده زي ما انتوا قاعدين، ده كانوا عمالين ايه يتميلوا يمين ويمين وشمال. ولو فكروا بس اللحظة واحدة ممكن يقلقوا جدا. طب وبعدين احنا دخلنا الفلك هنخرج؟ فاهمين؟ حاجة تخوف يعني. لو انت خدتها بفكر البشر هتلاقيها ان هي حاجة تخوف. احنا بنحكيها قصة، انما حط نفسك مكانهم هتلاقي الموضوع صعب، هتلاقي الموضوع صعب. عشان كده انا عاوز اقولك ان اللي آمن كان لازم يفضل مآمن ايه طول الطريق، مش يآمن في الاول، لا ده يآمن طول الطريق. عشان كده الاحداث اللي بتحصل في حياتنا اليومية ديت ايه محتاجة ايمان عمال ينمو. لابد تنمو في ايمانك، لابد تزداد علاقة وثقة في الله كل يوم، لان كل يوم مركب بتاعك بتميل يمين وشمال، كل يوم انت معرض لصدمات، كل يوم انت حواليك شرور كتير جدا. فلابد تكون ثابت في القائد اللي هو ايه بنالك الفلك ده ودخلك فيه وقفل عليك وقال لك انا الامان والضمان بتاعك. اوعى تسيب ايدي، اوعى تسيب ايدي. المهم مش هنطول في الحتة ديت، عاوز اختم بس بحتة ان اللي حصل بعد الفلك بعد الطوفان ده حتة عجباني قوي عاوز اشارككم فيها. الفلك هننط الحتة ديت. طبعا في ناس بتقول ان الفلك ده الطوفان ده اسطورة، انما طبعا اذا كان المسيح نفسه ذكر الموضوع دوت. الطوفان فضل سنة كاملة، سنة كاملة وهم جوه الفلك، اكشولي 371 يوم قعدوا جوه الفلك ده 371 يوم. وبعدين جه الوقت ان هم ايه يخرجوا. واجمل حاجة بقى طبعا انتوا عارفين حكايه الغراب والحمامه مش هنحكيها تاني. اجمل حاجه الفلك ده في الاخر استقر على ايه؟ على جبل، استقر على جبل أرارات. ده في حد ذاته ده معجزه، ان الفلك دوت بعد ما الميه تنزل ان هو بالراحه خالص كده ينزل في ايه؟ في حته. كان ممكن ينزل في حته مايله فيروح واقع متكسر. كان ممكن ينزل في حته مزنوقه ما عرفوش يخرجوا منها، انما تحس كده ربنا مخطط كل حاجه. نزل في حته كده منبسطه تحت قمه الجبل على طول، جبل أرارات، زي ما لقوه يعني. بحكي لكم اللي هم لقوه يعني، وكان ربنا مرتب كل شيء. تاكد ربنا رسم لك كل حاجه احسن من انت ترسم لنفسك. احنا مصرين ان انا ارسم لنفسي وحاكم ربنا، ازاي ما جبتليش؟ لا، حاول تغير تفكيرك، تفكيره احسن من تفكيرك ومحبته ليك اكتر من محبتك لنفسك. المهم بعد ما خرجوا اول حاجة عملها نوح، عارفين عمل ايه؟ برافو، بنى مذبح.
يعني ايه بنى مذبح؟ ده قدم ذبائح كتير قوي. معناها ايه؟ اهم حاجة ايه بعد ما تعدي الدقيقة مفروض اعمل ايه؟ اشكر على اللي عمله معايا ده كله. ساعات اطلب وانسى اشكر. ساعات اطلب وانسى اشكر. لا، ايه رأيكم بقى ان لما نوح قدم ذبيحة الكتاب بيقول ايه؟ تنسم الرب رائحة الرضا. اول ما قدم الذبيحة ربنا ايه؟ بقى راضي. ولما ربنا رضي عمل عهد بينه وبين البشر كلهم، اللي هو عهد الايه؟ قزح. فاهمين؟ وكأن نوح هنا صار ايه؟ شفيع عن البشر كلهم زي المسيح. ساعات صلاتك ديت تكون شفاعة لحد تاني، وربنا برضا عنك يرضى ايضا عن ايه؟ اخرين، لو انت فعلا بتصلي من اجلهم. فما تستهنش بايه؟ بصلاة الشكر. ما تستهنش بالمسبح اللي انت بتعمله. ما تستهنش بالوقت اللي انت بتكرسه للصلاة. ده انت بتتقدس وتقدس الكنيسة كلها، لانك انت عضو في جسد. انت عضو في جسد، فبرك بيضاف لبر الكنيسة، وخطيتك بتقلل من ايه؟ من بر الكنيسة. فاهمين؟ جه ربنا عمل ايه بقى؟ عهد بينه وبين البشر، وقال الرب في قلبه: لا اعود ايه؟ ألعن الأرض أيضا من أجل الإنسان، لأن تصور قلب الإنسان شرير منذ حدثته، ولا أعيد أميت كل حي كما فعلت مدة كل أيام الأرض، زرع وحصاد وبرد وحر وصيف وشتاء ونهار وليل لا تزال. وفعلا ما حصلش تاني موضوع الطوفان دوت. صحيح جه بعد كده سدوم وعمورة، بس دي كانت إيه؟ لوكال كده، حاجة بس في منطقة واحدة. احنا ما حكاية الدمار الشامل دي ما سمعناش عنها تاني. وعمل ربنا بقى كوز القزح دوت، بيظهر امتى؟ بعد المطر. لان كل مطر ممكن الانسان يفتكر الايه؟ الطوفان، يقول يا رب خير، اوعى تكون هتغرق الارض، ها؟ فيروح طالع بعد كده على طول المنظر دوت، وكأنه لا، ما تخافش، انا عند عهدي. والوان جميله كده هوت، يقول لك ايه؟ استمتع بحياتك، بس انا مش بقول لك استمتع وتنسى، انا بديك مهله. انا بديك ايه؟ بديك مهله. شوف قال لهم ايه؟ مقيم ميثاقي معكم مع نسلكم، ها، مع كل الحيوانات وكل حاجه، اقيم ميثاقي معكم ليكون طوفان، وهذه هي العلامه التي وضع بيني وبينكم، بين كل ذوات الأنفس، وضعت قوسي في السحاب فتكون علامة ميثاق بيني وبين الأرض. فأنت تبص كده القوس قزح، أو ما تشوف قوس قزح تقول إيه؟ افتكر بقى العهد. ربنا مش هيهلك الأرض، بس أنا في المقابل إيه؟ محتاج أكون أمين لي، محتاج أكون أمين لي، وحافظ أنا كمان على العهد من إيه؟ من يمتي. أحافظ على العهد من يمتي، وافضل امين لربنا ومصدق كلامه، ومصدق كلامه. شوفوا بقى في الرؤيا، جسر في القوس قزح ده تاني. شفتوا الايه دي؟ رؤيا 4. اما يوحنا شاف العرش بتاع ربنا بيقول ايه؟ والوقت صرت في الايه؟ في الروح. واذا عرش موضوع في السماء وعلى العرش جالس، وكان الجالس في المنظر شبه حجر اليشب واليقيق، وقوس قزح حول العرش في المنظر شبه الزمرد. الله، حتى في الأبدية ربنا لسه محافظ على الايه؟ على المنظر بتاع الايه؟ قوس قزح. ده عهدي بيني وبين البشر، عهدي بيني وبين البشر، اني مطول بالي لحد الآخر، مطول بالي لحد الآخر. فانت نحسب ايه؟ أنات ربنا ايه؟ خلاصا، ها؟ وصار العهد هذا هو زينة
عرش الله، زينة عرش الله. في النهاية نقول ايه في الختام، ليكن كل منا ايه نوحا بارا شهادة في وسط جيل شرير، ولا تشاكل هذا الدهر، ليكن كل منا نوحا بارا شاهدا في وسط جيل شرير ولا نشاكل هذا الدهر. كن شفيعا لأسرتك ومحيط مجتمعك، رفيعا ذبائح الرضا أمام الله. كل واحد عليه دور، احنا قاعدين في عالم شرير جدا، بس اوعى تتخلى عن كمالك، اوعى تقلد العالم، تفضل نوح. الناس كلها تضحك عليك وانت مصر انك تمشي صح وتبني فلك لبيتك وفلك لحياتك، وتفضل ثابت جوه الفلك وتقدم على طول ذبايح الشكر له المجد في كنيسته في بداية عام جديد. نفكره بايه؟ بقوس قزح، ونقول له نشكرك اديتنا عام جديد، ادينا يا رب نحافظ على العهد معاك له المجد في كنيسته من الان والابد امين. نقول ابانا الذي بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. نسالك يا ربي ان تستلم هذا العام منذ بدايته يا ربي، ويكون عام الميثاق عاما مقبولا، سنة الرب المقبولة بنسلمها بين ايديك. وان كنا يا ربي اسأنا اليك يا ربي في العام الماضي وفي كل ما مضى، اعطينا ان يكون بدءا حسنا بداية عهد جديد يا ربي معك. نسر قلبك ونفرح قلبك، ونبعد يا ربي عن كل ما يحزن قلبك وكل ما يفسد يا ربي حديثنا واتحادنا بيك. بارك على شعبك وبارك على أولادك، اقبلنا واغفر لنا خطايانا، واسمعنا نقول بالشكر يا أبانا الذي في السماوات، قدس اسمك، يأتي ملكوت، تكون مشيئتك. حبة الله الآب ونعمة الابن الوحيد ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، شركة وعطية موهبة الروح القدس تكون مع جميعكم. امضوا بالسلام، سلام الرب يكون معكم.